مساء الخير على الجميع وحياكم الله مشاهدينا الكرام بطلتنا للمرة الثانية في الجزء الثاني للعبة البادل. كان ويانا في الجزء الأول الحكم معتوق المعتوق، واستكمال للحلقة الأولى والجزء الأول أكيد راح نكمل بقية القوانين وندخل ميدانيا ونسولف أكثر. خل نطلع بالبطاقة التعريفية لحكمنا معتوق المعتوق ورادي. رحب وياكم مشاهدينا الكرام بالحكم معتوق المعتوق، حياك الله كابتن. الله يحييك استاذ محمد. قبل كل شيء قالوا لي انت ارسنالي، هل لعبه البادل فيها انديه عالميه ولا فقط يمثلونها اشخاص؟ لا، لعبه البادل هي اشخاص. اشخاص اي، يعني ما فيها انديه العالميه؟ لا ما في انديه، ولا كان شجعت الارسنال في البادل. حلو، هذه البدايه قطيتها مصدرين. تمام، ارجع الى لعبه البادل، ودي اتعرف على عدد حكام اللعبه. ما شاء الله هذه المساحه الكبيره اتوقع فيها وايد من الحكام. حسب دليل عمل الحكام، نعم، هو حكم واحد على الكورت بس، بحكم واحد. تمام، اي ما في الا الان ما تم اضافه حكم مساعد او حكم خط. القانونيين في لعبه البادل ما ارتأوا انه يكون في حكم، لان اساس اللعبه ما كان فيها حكم بالاساس. ما فيها حكم بالاساس، ما كان فيها اللاعبين بروحهم يلعبون ويحكمون. تاسيس لعبه البادل الملعب نفسه ما كان زجاج. هو لحظه إيه، رديتنا انت للتاريخ شويه. ورا بترجعني وديتني للتاريخ، بعدين راح ارد وياك الى الحكام. الملعب بالاساس ما كان زجاج. ما كان زجاج. وين اول شيء تاسيس اللعبه؟ في المكسيك عام 1969. حلوين والله. هو في قصص كثيره، انا عرفت من اسبانيا والارجنتين. لا، هي بالمكسيك. تمام، هو في قصص كثيره للتاسيس، بس القصه تقريبا الدارجه حلو ان احد الشباب راح يخطب، فالابو رفض. شنو حجه الرفض؟ اي قال خطيبك ما يعرف يلعب تنس وسمين. زين. فردت فعل الخطيب، اسس لعبه البادل. اوهو. طبعا علشان ما يكون في مساحات كبيره فسوى ملعب مغلق. حلو، عشان ما يقدر يركض. ما يقدر يركض عشان يلحق على الكره. صح، طبعا هذه احدى الروايات. اوكي، ولذلك الزجاج ما كان زجاج، كان حائط اسمنتي. طوف احنا نقول. نعم. حلو، الجزء الزجاجي هذا تشوفه الملعب ما كان زجاج، كان حائط اسمنتي. حلو، لم يراعى فيه مكان تواجد الحكم للرؤيه. نعم، ولم يراعى فيه النقل التلفزيوني. حلو، ما كان يعرف مؤسس اللعبه ان اللعبه راح تاخذ انتشار واسع. صح، لسهوله اللعبه، لانها ما تلعب الا دبل زوجي. ايه، وصغر مساحه الملعب 10 ب 20 متر. نعم، خذت انتشار واسع في دول المكسيك والارجنتين والدول اللاتينيه واسبانيا. حلو، بشكل كبير. جميل، وايضا في فرنسا وتقريبا في دول اوروبا. لذلك ما كان الحكم محسوب انه يكون ضمن اللعبه. ممتاز، ولكن لان قوانينها تقريبا مشابهه لقوانين التنس تقريبا بنسبه 90 الى 95%. نعم، فحكم التنس ممكن انه هو اوتوماتيكيا حكم بادل. صح، يصير بادل حكم. بادل يفهم كل القوانين، يكون مكانه في تقريبا منتصف الشبكه من برا على كرسي حكم. حلو، يكون يبعد 5 متر عن الملعب، حكم واحد. حكم واحد يقود. اي نعم، ويكون في رئيس الحكام او نسميه احنا الحكم العام. برافو، صحيح، هو حكم عام البطوله. اذا في حال اعتراض استئناف اللاعب لقرار الحكم لقرارات معينه، نعم، هو يكون قرار الفصل والاخير. ميخالد، هم برجع الى تاريخيا، انا شديتني في القصه السمين وما يعرف يلعب بادل. قلت لي انت محاوط كان بالطوفه، وحنقول حائط الاسمنتي. نعم، كل الملعب كان حائط اسمنتي، يعني احنا قاعد اشوف انا جزء في زجاج جزء اخر شبك. لا، ما كان كله طبعا، حائط الاسمنتي كان مكان الزجاج. نعم، الملاعب القديمه موجوده الى اليوم. موجودة. اي موجودة بالمكسيك والارجنتين وباسبانيا، موجودة الى اليوم الحائط الاسمنتي. جميل. الى جزء معين من الملعب من بعد خط السيرف اللي هو خط الارسال. نعم، يكون محاط في شبك معدني اللي احنا نسميه باللغة الانجليزية الفنس. حلو. اي نعم. ونفس الشيء ونفس الشكل باب. نفس القياسات، القياسات تغيرت. ال 10 ب 20 متر ما تغيرت على طول
شو اسمه من بداية اللعبة اللي جميل. تغيرت ارتفاعات الملعب بشكل بسيط جدا، ولكن تظل ارتفاعات الملعب إلى اليوم ثابتة. حلو، بيك في الارتفاعات والقياسات بالضبط، بس قبل ما أطلع الفاصل، تزوجها ولا لا؟ متزوج. هو تزوجها؟ لا ما ادري والله. انت متزوج خالصي؟ لا. السمين تزوج ضعف؟ عاد ما ادري، احنا نتمنى تكون قصه سعيده الصراحه، بس مثل هالنهايات انا ادري النهايه حزينه يعني. نطلع الى بهذا الفاصل او هذا التقرير وارجع مع الحكم. معتوك. رياضه البادل هي رياضه تربط بين ثلاث العاب، وهي الاسكواش والتنس والراكت، ولم تختلف في جوهرها من حيث القواعد التي تحكم هذه اللعبة. بدأت في أواخر الستينيات بأسبانيا، ولم تحقق انتشارا كبيرا إلا في التسعينيات. وفي البداية كانت هذه اللعبة مخصصة للطبقات الأرستقراطية، ولكنها انتشرت بعد ذلك وأصبحت من الألعاب الشعبية. رجعنا وياكم من بعد التقرير. كابتن معتوق بي حق القياسات، ما شاء الله حلو شرح الملعب الزجاجي اشرح من الطوفه. اي نعم اكيد. بروح الى خلينا نقول السبب الرئيسي انه حولوه الى زجاج، ليش؟ السبب الرئيسي للنقل التلفزيوني. طبعا انت ما تقدر تنقل ملعب مغطى بحائط اسمنتي، صح، في زوايا معدومه، صحيح. والسبب الثاني انه يكون في حكم، يكون قاضي داخل الملعب. ممتاز. طبعا الى اليوم يعني احنا نواجه صعوبه لما نكون على الكرسي، شوي الرؤية عندنا مع الحاجز المعدني الفنس يكون شوي تعبانة يعني. اي نعم. ولكن مع التعود الحمد لله نقدر يعني ناخذها، احنا نسميها باي تكنيك او على ردة فعل اللاعب، نشوف الكرة شنو يعني. ممكن انت تخطئ ولكن خلينا نشوف ردة الفعل. ما في يا جماعة، هذا في الناس يعتقدون ان الحكم ما يخطئ، والله احنا بشر. اي صح. نخطئ أكيد. والله. اكيد طبيعي. يعني الخطأ وارد. وبالنهاية الحكم جزء من اللعبة. أكيد صحيح، جزء من اللعبة. وبعدين عاد في لاعبين يحتجون أو ما يحتجون، ومثل ما قلت أنت في أشياء فيها روح القانون. أرجع إلى القياسات. القياسات قلت لي 10 ب20، عرض الملعب 10 وطوله 20 متر مقسوم إلى قسمين 10 متر على كل جانب. ممتاز. الخط الفاصل بالوسط هذا شنو؟ هذا يسمونه خط الإرسال. الملعب مقسوم إلى قسمين. نعم. الخط هذا يفصل، لان انت لما ترسل الكره بدايه المباراه، نعم، او بدايه احنا نسميها الشوط الاول في كل مباراه، ان اللاعب يرسل من الجهه اليمنى للملعب. جميل. فلازم يرسل على الجهه اليسرى للملعب داخل مربع او يسمونه البوكس سيرف. ممتاز. مربع الارسال. فالخط هذا يقسم الملعب حق المكان حق الارسال. الارسال فهذه وظيفته الاساسيه الخط هذا. ممتاز. تقريبا الارتفاع الشبك او الزجاج كم الارتفاع؟ الارتفاعات مختلفة. في نص الملعب نشوف الارتفاع الاول هذا مثلا، هذا يكون ارتفاع 3 متر. حلو. الارتفاع اللي هو اللي يسمونه الخلفي، اللي الخلفي يكون مقسوم الى قسمين، القسم الزجاجي 3 متر، الشبك المعدني الفنس متر واحد. متر واحد. بعض الملاعب تستكمل الجزء الفارغ هذا. جميل. بالفنس. ولكن هو يعتبر جزء من الملعب. يعتبر جزء من الملعب. إيه الفنس يعني. يعتبر جزء من الملعب في حالة ارتداد الكرة بالشكل الصحيح، أن تضرب بالأرض وتضرب بالفنس. بالفنس بالشبك عادي. تستكمل النقطة بشكل طبيعي. جميل بالفنس. جميل جميل. الأسئلة كثيرة والنقاط وطريقتها أيضا هذه حسابيا أيضا كثيرة. يمكن أنت قاعد تشرحها نظريا، لكن أنا ودي مع الممارسة راح تكون أسهل وأيضا ميدانية، وبنعرف أيضا تفاصيل أخرى. أوه قدامي الكور وقدامي المضارب، شنو أنواعها شنو أشكالها، كل هذا وأكثر في الجزء الثالث إن شاء الله. كل الشكر لكم مشاهدينا الكرام، ننتقل وياكم وانتظرونا في الجزء الآخر إن شاء الله، والجزء الثالث في لعبة البادل مع الحكم معتوق المعتوق. قم الله.